السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تحيتنا لفضيلة مشايخنا الكرام، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا العلامة سماحة الوالد صالح الفوزان الفوزان، الذي بفضل الله شهد له برسوخه في المنهج، والحمد لله. نطلب من شيخنا الفاضل التنبيه على أمر ما قد انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الطلاب، ألا وهو نبذ بعض العلماء الأفاضل إلى من يستمع إليهم بأنهم هؤلاء جاميون وهؤلاء مداخلة، ويقصدون بذلك شيخنا العالم رحمه الله محمد أمان الجامي، وشيخنا الفاضل حفظه الله وسدد خطاه ربيع بن هادي المدخلي، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. هذا داخل في الجواب الذي انتهيت منه قريبا. اتركوا هذه الأمور وهذا التنابز، ولا تنابزوا بالألقاب. الله جل وعلا قال لكم ولا تنابزوا بالألقاب، كلكم إخوة وكلكم أهل دين واحد، كلكم زملاء ولله الحمد. فانبذوا هذه الأمور واحترموا العلماء، احترموا العلماء. من لم يحترم العلماء فإنه يحرم من علمهم، يحرم من الاستفادة منهم. فاتركوا هذا الأمر، تنابز بينكم وتناول العلماء الذين لهم الفضل ولهم على الناس المنزلة التي أنزلهم الله فيها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم واحترامهم. وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ إذا نزعت الثقة من العلماء فإلى من يرجع الناس؟ فهذه مكيدة لا شك، ودسيسة لا شك بين الناس، فيجب التنبه لها، يجب نبذها والابتعاد عنها والنهي عنها. نعم.